بسم الله الرحمن الرحيم، زملائي الأعزاء، طلبة مساق العلوم السلوكية بكلية الطب. بداية استكمالا للمحطات اللي وقفنا عندها، راح نبدأ الآن في الـ DSM5 Diagnostic Criteria، وراح نبدأ في موضوع، حناخد مواضيع الـ DSM5 بشكل كامل من ناحية signs and symptoms، الأمراض اللي موجودة في الـ DSM5، شو هي، إيش الـ signs والـ symptoms اللي موجودة فيها إن شاء الله. راح نبدأها بداية من النيورو ديفلوبمنتال ديسوردرز، اللي هي الأمراض المتعلقة بالأطفال. قبل ما نحكي عن التشخيص ومصنفات التشخيص، شو يعني هو الـ DSM5؟ قبل ما أبدأ في الـ signs والـ symptoms والأمراض، إيش يعني DSM5؟ إيش يعني مصنف تشخيصي؟ سابقا من سنوات طويلة، يعني من حوالي 50-60 سنة، كان التشخيص يعتمد اعتمادا كليا على حاجة اسمها بريكوكس فيلينج، أو إحساس الطبيب وخبرة الطبيب واجتهادات الطبيب، وكان في بعض الأطباء بيكتبوا يعني مواصفات لتشخيص الأمراض. ولكن اللي حدث في آخر سنة، في آخر عدة عقود، انه اصبح في مانيوال، دياجنوستيك مانيوال، كريتيريا للتشخيص لمعظم الامراض في الامور الطبيه. ففي امريكا مثلا بيعتمدوا الدياجنوستيك ستاتستيكال مانيوال، اللي هو دي اس ام اختصارا. في بريطانيا الانترناشنال، في اوروبا الانترناشنال كلاسيفيكيشن اوف ديزيزز، اللي هو الاي سي دي. هاي المصنفات بداية بدأت بالأمراض العادية، ما كان الإطار الأمراض النفسية جزء من هاي المصنفات لغاية سنة 1980 تقريبا، لما الـ DSM3 دخل الأمراض النفسية كجزء من هذه الأمراض في المصنف تبعته، بلش يحط كريتيريا فور دياجنوزز لمعظم الأمراض اللي إحنا بنتناولها ده. فأصبح الآن مع الوقت تطور DSM3، DSM4، DSM4 Revised، وفي 2013 تقريبا نزل DSM5 اللي احنا بنتكلم عنه الآن، اللي هو Diagnostic Statistical Manual Number 5، اللي بيحكي عن الأمراض النفسية بمصنفاتها. طبعا هاي المرحلة أخذت مزيد من التطور، مزيد من اختلاف في آليات التشخيص، وأحدثهم كان DSM5 اللي اعتمد، خلافا على الرأي الأكاديميك، اعتمد على الكلينيشنز اوبينيون، فكان براسله تقريبا معظم الكلينيشنز المتخصصين في مجال السيكاتري ياخذوا رأيهم. فهذا التصنيف يكاد يكون هو الأقرب للكلينيكال بيست سيكاتري، فحتلاقوا انه الأمور أسلس مما كانت عليه سابقا، ومور كلينيكال than the previous DSM4. بداية هذا المصنف بتكلم عن حاجة اسمها نيورو ديفلوبمنتال ديسوردرز، اللي هي الأمراض التطورية اللي بتكون طبعا بداية منشأها عند الأطفال. لما نيجي نحكي عن نيورو ديفلوبمنتال ديسوردرز، راح تكون بدايتنا بداية مع الأوتيزم سبيكترم ديسوردرز، أو باختصار التوحد، والمشهور بالأوتيزم. طبعا في مواضيع تانية زي learning disabilities والattention deficit hyperactivity disorders، ولكن خلينا نبدأ بالautism spectrum disorders. autism according to DSM-5 في عنا two main criteria for diagnosing autism. أول main criteria حاجة اسمها social communicational and social interaction deficit. إيش يعني؟ يعني في خلل في التواصل الاجتماعي، أو خلل في الاختلاط الاجتماعي، خلل في التواصل الاجتماعي. كيف يعني خلل في التواصل؟ شو يعني تواصل اجتماعي الطفل؟ إيش هذا الطفل اللي عمره 2 أو 3 أو 4، إيش مطلوب منه تواصل اجتماعي؟ كيف إحنا بنشوف هذا الخلل؟ هذا الخلل في التواصل مع الآخرين ممكن يكون manifested in أول شيء حاجة اسمها social emotional reciprocity. social emotional reciprocity اللي هي التبادل العاطفي الشعوري. كيف يعني تبادل عاطفي شعوري؟ مثلا الطفل اللي عمره 2 سنة مثلا، هو عم برضع،
بيكون أثناء الرضاعة بكون مبسوط، ببتسم لأمه، أمه بناء على هاي الابتسامة هي بتضحك له، ففي صار في تواصل، تواصل emotional reciprocity، تبادل في الايموشنز بينه وبين أمه، أعطاها شعور أنه هو راضي لأنه عم بيرضع ومبسوط، فهي أعطته نفس هذا الشعور، في emotional reciprocity. الايموشنال reciprocity لما الطفل بيعمل حاجة جيدة، عمل إشي جيد لأمه، طلبت منه أمه شغلة وعملها، مباشرة أمه ضحكت له، ابتسمت له، فهو رد عليها بالابتسامة. emotional reciprocity. الشغلة الثانية، هاي الشغلة الايموشنال social emotional reciprocity عند أطفال الأوتيزم بيكون فيها deficit. هذا التواصل ما بيكون بطريقة جيدة بين الأم وطفلها. وطبعا إحنا لما بنحكي، حتسمعوا مني أنا بحكي كتير عن الأم الأم الأم، لأنه الأم هي غالبا هي المين كير جيفر لهؤلاء الأطفال، فعشان هيك دائما التواصل أكتر بيكون واضح مع الأم. الشغلة الثانية اللي ممكن نشوف فيها البور سوشيال كوميونيكيشن، في حاجة اسمها نون فيربال بيهيفير أو نون فيربال كوميونيكيشن. ايش يعني نون فيربال كوميونيكيشن؟ نون فيربال كوميونيكيشن اعطيكم مثال عليها، لما الطفل عمره 4 سنين ضرب اخته الصغيره اللي عمرها 2 أو 3 شهور، فالام مباشره اعطت انطباع كشره في وشها وبين عليها علامات الغضب، فهو الطفل هان فهم انه عمل اشي غلط، فبتراجع ما بعيدها مره ثانيه. هاي النون فيربال كوميونيكيشن، الام ما حكت معه، ما تصرفت معه، ما حكتلوش ما تضربش اختك، ولكن ما ظهر عليها من ملامح وشها، من ملامح الغضب اللي بينت عليها انه انت عملت اشي غلط، فهو فهم انه هو عمل اشي غلط وانه امه زعلت منه. This is non verbal communication. او لما هو مثلا عمل حاجة جيدة فالام راحت زقفت له، هاي التصفيق يعتبر نوع من النون فيربال كوميونيكيشن، فهم انه انا عملت حاجه كويسه وامي مبسوطه مني. النون فيربال كوميونيكيشن بيهيفيرز هاي بتكون فيها ديفيسيت واضح جدا عند اطفال الاوتيزم. الشغله الثالثه اللي من ملامح او علامات بالبور سوشيال كوميونيكيشن، they can't develop or maintain or understand the relationships، عندهم مشكلة في الحفاظ على الصداقات مع الأطفال الآخرين، مش فاهمين إيش يعني صداقة، أو إيش يعني صداقة، إيش يعني تشارك مع الأطفال، حفاظ على صديق، هي كلها مشكلة كتير كبيرة بالنسبة لهم. فمثلا حتشوف الطفل اللي عنده أوتيزم عمره 5 سنين، أطفال في 4 5 أطفال قاعدين بيلعبوا مع بعض لعبة جماعية، مثلا لعبة كرة قدم، مكعبات بصفوها مع بعض بطريقة هندسية معينة. هو هذا الطفل اللي عنده أوتيزم حيكون ماخذ زاوية لوحده في الغرفة أو في مكان اللعب، وما بيختلط فيهم نهائيا، هم بيلعبوا لحال وهو لوحده دون أي اختلاط مع الآخرين. وغالبا حتى لما بروحوا مرحلة الروضة ما بيكون في عندهم أصدقاء، يعني ما في ناس هم صديقه اللي بيحبه بيلعب معه وبيستناه وبنتظر، هذا كله مش موجود بالنسبة لهم. الشغلة الرابعة اللي ممكن توضح مشكلة البور سوشيال كوميونيكيشن، حاجة اسمها بروناون ريفيرسل. ايش يعني بروناون ريفيرسل؟ بروناون ريفيرسل اللي هي قلب الضمائر، عندهم مشكلة في استخدام الضمائر. فمثلا الطفل لما بده شغلة من امه، مثلا حابب يشرب مي، فبروح بنادي امه بقولها ماما بدي اشرب مي، هذا الاستخدام الطبيعي للضمائر. ولكن طفل التوحد، طفل الأوتيزم، بقلب هذا الضمير فبحكي لها بده يشرب مي، فاستخدم ضمير مختلف كأنه بخاطب شخص آخر، ففيها this is pronoun reversal. إذن هاي المجموعة من السيمتومز بنسميها social communicational deficit،
poor social communication بتكون manifested either في social emotional reciprocity deficit أو في deficit في non-verbal communicational behavior أو deficit in developing, maintaining or understanding relationships أو pronoun reversal. المجموعة الثانية من السيمتومز هي restricted repetitive pattern of behavior, interest or activity اللي هي الحركات النمطية التكرارية اللي بتكون عند أطفال التوحد. في عندهم نمطية في كل شيء. إيش يعني نمطية؟ نمطية إنه بعيد نفس الشغلة أكتر من مرة، نفس الشغلة بيثبت عليها وبضلوا يكررها أكتر من مرة. وهاي بنشوفها في حاجة اسمها stereotypy. stereotypy أو repetitive movements. stereotypy اللي هي تكرار، تكرار فعل الشيء either في movement أو في speech في الكلام أو في use of objects. فمثلا في movements في عندهم حركات معينة بضل يعيدها عشرات وربما مئات المرات، زي مثلا أنه يرفرف بإيديه، يمشي على أطراف أصابعه، ينط نطة معينة بنفس الشكل، أو مثلا ممكن تشوف منهم الطفل اللي تيجي الام توصف لك بقول لك دكتور بحط الكنبة في الصالون بضل يلف حوالين الكنبة، بروح وبجي وبشتغل وبعمل شغل البيت وهو لسه قاعد بلف نفس اللف بنفس الطريقة حوالين نفس الكنبة. This is stereotypy. الستيريوتيبي هاي ممكن تكون في use of objects، في عنده object معين، دول معينة، لعبة معينة بضلوا يلعب معها بنفس الطريقة. السيارة مثلا عنده سيارة لعبة بضلوا يفك السيارة بنفس الطريقة ويركبها بنفس الطريقة عشرات وربما مئات المرات، ما بيغير في هاي النمطية. في السبيتش بكون عندهم أصوات، ربما أصوات معينة بضلوا يطلع نفس الصوت بنفس الام تحكي لك دكتور نفس الصوت نغمة وبضلوا يكررها عشرات المرات، زي مثلا او 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 بضلوا يعيد نفس هاي النغمة عشرات المرات وبتكرار شديد. الشغلة الثانية في restricted repetitive behaviors حاجة اسمها insistence on sameness. insistence on sameness أو fixated interests إنه الطفل مصر على نفس الشيء، نفس الشغلة بيعملها باستمرار، لا يقبل التغيير مطلقا. يعني في غرفته ما بيقبل تغيير الشرشف اللي بنام عليه، المخدة اللي بنام عليها، اللعب اللي عنده، اللعب اللي عنده هاي باعتبار مقدسة، ما بيقبل تغييرها نهائيا، لازم تكون هي نفس الألعاب، نفس ما تتغيرش، نفس الشرشف اللي بنام عليه، نفس المخدة اللي بنام عليها، نفس السرير، نفس الغرفة، نفس الاتجاه، ما بيقبل التغيير في حياته نهائيا. insistence on sameness. الشغلة الثالثة fixated interest. fixated interest يعني هواياتهم محددة في اتجاه واحد، زي مثلا لعبة معينة بيلعب عليها بنفس النمط، بنفس الطريقة، بنفس الأسلوب، ما بغير. عنده لعبة مكعبات، بصف المكعبات كل يوم بنفس الشكل، نفس طريقة الصف، ما بغير، وبعاود بفكهم وبعاود بصفهم بنفس الطريقة بنفس الآلية. الانسيستنس اون سيمنس او الفيكسيتد انترست ممكن تكون في الفود. فمثلا الام كتير بنسمع عند الامهات دكتور كل يوم لازم ياخد الشيكل ينزل على نفس الدكانة يشتري نفس علبة العصير ويرجع نفس هي ما بيغير نفس الدكانة نفس علبة العصير، ما بيغير نهائيا. يا دكتور في الأكل لازم أحط له بطاطا مسلوقة، إذا ما حطيت بطاطا مسلوقة ما بيأكل، ما بيأكلش غيرها، لازم تضلها موجودة باستمرار أمامه. insistence on sameness أو fixated interest. الشغلة الرابعة في عندهم hyper or hyporeactivity to sensory input. إيش يعني؟ تيجي الأم توصف لك تقول لك دكتور مرات بنادي عليه بصوت عالي بحسه أطرش ومش سامعني، لكن مرات إخواته اثنين بيحكوا مع بعض بصوت واطي والله أنا جنبهم دكتور مش سمعاهم بس بحسه صار يصرخ ومتضايق من صوتهم، بيعطيني إشارة أنهم يسكتوا يعني متضايق من صوتهم. إذا هو عنده إما hyper reactivity to sensory input حساسية زائدة أو hypo reactivity to sensory input. وطبعا بيكون عندهم preference for inanimate objects. ليش preference for inanimate objects؟
لانه طبعا هم عندهم poor social communication, poor communicational interactions, فلانه they have poor communication فهم بفضلوا لا اراديا انهم يتعاملوا مع الانيميت اوبجكتس. طبعا الان موضوع الاستريوتيبي قد ما بدنا نحاول نشرحه صعب جدا انكم تتخيلوه ما لم احنا نشوفه بعينينا, عشان هيك انا قررت اني اجيب لكم فيديو صغير يوريكم حركات الاستريوتيبي عند هدول الاطفال. الان انا شرحت كتير في هذا الاطار وحكينا شو هي الاعراض البور سوشيال كوميونيكيشن والستريوتوبي. الكل بيعتقد انه التشخيص كتير صعب, ولكن طفل الاوتيزم تشخيصه سهل جدا, لانك الان لما تشوفوا الستريوتوبي بتصير انت ببساطة مجرد ما تشوف هاي الحركات مباشرة التشخيص عليك سهل جدا. شايفين هاي, this is the stereotype. Stereotypic voice, نفس الصوت. ركزوا على حركاته, حركات ايديه. هاي اسمها هاند فلابينج, رفة الايد. شايفين الهاند فلابينج؟ شايفين the same voice, the same hand flapping. طبعا هاي الهيد نودينج. ستريوتوبي يعني تكرار لفترات زمنية طويلة جدا, نفس الحركة بضلوا يكرر فيها عشرات المرات. شايفين الهيد نودينج. طيب نرجع للمحاضرة الآن. إذن أتمنى بعد ما شفنا حركات الهاند فلابينج والهيد نودينج والستريوتوبيك فويسز إنها تكون هاي الحركات فهمتنا شوي إيش يعني ستريوتوبي وكيف أنه التشخيص حقيقة لهدول الأطفال بيكون سهل. طبعا عشان أنا أحكي عن التشخيص, من ضمن الكريتيريا لتشخيص أنه لازم الطفل يكون عمره 3 سنوات, لانه احيانا بيكون في some sort of delay development, فلازم احنا ضمن هاي الكرايتيريا انه يكون الطفل عمره 3 سنين. اذا كان الطفل عمره 3 سنين وعنده اعراض البور سوشيال كوميونيكيشن اللي حكينا عنها واعراض من الاستريوتيبي, هان يمكن تشخيصه اوتيزم. والاوتيزم بناء على الدي اس ام 5 أصبح في DSM5 بيستخدم حاجة اسمها Spectrum Disorder. إيش يعني Spectrum Disorder؟ يعني طيف. إيش يعني طيف؟ تسمعوا الكلمة هاي كتير بس إحنا لازم نفهم إيش يعني طيف. الطيف اللي هو درجات, قد يكون على Lower Spectrum على درجة بسيطة جدا من الأوتيزم, وقد يكون على Higher Spectrum درجة بسيطة جدا, يعني في عنده Minimal Stereotypy بالكاد تكون واضحة مع
minimal poor social communication، بينما language skills عنده جيدة. وقد يكون عنده زي الأطفال اللي شفناهم في الفيديو stereotypic behaviors كثيرة جدا، وما في عنده social communication، فبيكون على higher spectrum يعني severe degree of autism. طيب prevalence of autism، للأسف الأوتيزم تقريبا 1% of children بيكون عندهم أوتيزم. الميل تو فيميل ريشيو از هاي يعني about 4 to 1، وبرضه هو it is common في الفيرست ميل تشايلد. في جينيتك سسبتيبيليتي، طبعا هو ما في سنجل جين از ريسبونسبل فور موضوع الأوتيزم على الإطلاق، ولكن باي statistics زي ما حكينا وجدوا انه البريفلنس حوالي 1%، ولكن الناس اللي عندها طفل اوتيزم في احتمالية حوالي 3-5% انه يجيهم كمان طفل اوتيزم. ولكن وجدوا بالستاتيستيكس انه اذا في عائلة عندها طفلين اوتيزم، فاحتمالية انه يجي الطفل الثالث اوتيزم ربما تصل لغاية 50%. اذا في genetic susceptibility واضحة، ولكن ما في سنجل جين، غالبا مالتيبل جين ميوتيشنز هي المسؤولة عن هذا الموضوع. طبعا احنا بنحكي في موضوع DSM5، واحنا جست احنا بنتناول هاي الامراض من باب signs and symptoms. الاصل انه ما ندخل في تفاصيل علاجية أو تفاصيل لها علاقة بالإتيولوجي والباثولوجي والمانجمنت، هذا كله حتكون مواضيع مفصلة جدا معكم إن شاء الله في سنة رابعة. ولكن لما بنحكي على موضوع الأوتيزم لازم يعني ناخد فكرة بسيطة جدا عن general aims of intervention. اليوم ممكن أي حد من أقاربك يسألك إنه شو بنعمل لهم، إيش الأليات اللي بتنعمل لهدول الأطفال. للأسف ولحتى الآن ما في single cure، يعني ما في medication بيعطي single cure لموضوع الأوتيزم على الإطلاق. ولكن اللي بيصير في موضوع الأوتيزم إنه إحنا بنعمل حاجة اسمها interventions، behavioral interventions. شو هي behavioral interventions؟ إلهم مؤسسات خاصة، جمعيات خاصة بتكون مخصصة بالتدريب السلوكي اللي يحاولوا يعلموا هدول الأطفال how to reduce the unsafe behavior، how to improve their self-regulation skills، يهتموا بنفسهم، how to increase the social interactions. ونفس الوقت بدنا نحاول نعلمهم، نعلم الأهل to increase the parent guardian management skills، انه كيف الاهل يهتموا فيهم اكتر. وفي نفس الوقت بنحاول مع الوقت نعلمهم language skills. اذا طبعا احد مفروض يسأل انه كيف هدول الاطفال ممكن نعلمهم. تتذكروا لما شرحنا في ال reinforcement وشرحنا لكم عن ال chaining، لانه هدول الاطفال غالبا ال IQ عندهم is below average او mild mental retardation، فبنحاول نجزئ لهم لما شرحت لكم كيف آلية تجزئة السلوك ومكافأتهم على الفعل الاقرب للسلوك لحتى تدريجيا يكتسبوا السلوك اللي انا عاوزه. وانا هان بركز على موضوع ال communication وال self regulation skills وموضوع تقليل الستيريوتوبيك بيهيفيرز اللي زي ما انتم شفتوها في الفيديو اذا كانت كثيرة جدا طبعا بتحد من مقدرة الطفل على ممارسة حياته بشكل عام. طيب ايش الرول اوف ميديكيشنز؟ هان الرول اوف ميديكيشنز حيكون مقتصر اقتصار شديد جدا على موضوع اذا في عندي بيهيفيرز او في عندي سلوكيات او في عندي ستيريوتوبي او في عندي هايبر اكتيفيتي، الطفل مش يعني لا يمكن السيطرة عليه، لا يمكن إخضاع الطفل لموضوع التعليم، لموضوع التعلم وموضوع تحسين الكوميونيكيشن سكيلز عنده في هاي الجمعية أو المؤسسة اللي مهتمة فيه. هان إحنا بنضطر نعطي بعض الأدوية، وفي FDA approved medications زي الرسبيريدون اللي بتقلل من هاي الحركة الزائدة وبتخلي الطفل أكثر
أكثر قابلية للتعلم وأكثر قابلية للاستيعاب فقط بتقليل حركته. إنما لو الطفل الحركة عنده جيدة، ما في عنده حركة زائدة، وممكن يجلس يستمع أو يجلس يتفاعل بشكل نسبي مع المدرسة تبعته في هاي المدارس، إحنا مش محتاجين نعطيه أدوية. فالعلاج هذا just symptomatic، يعني لو في عنده sleep problem ممكن نعطيه medications عشان تحسن موضوع السليب عنده، مش أكتر من هيك. طبعا راح تسمعوا كتير من التدخلات والعلاجات، اللي بحكي لكم أكسجين مضغوط، الهايبربريك أكسجين، أو برامج غذائية وحرمان الطفل من بعض العناصر الغذائية وبرامج غذائية معينة. شغلة أنا بحب أحكيها للطلاب الأعزاء، إنه إحنا في عنا المريض لما بيجينا بيجي ياخد نصيحة طبية اسمها استشارة طبية، فإحنا لازم نرد على هذا المريض أو أهل المريض بحاجة اسمها evidence based medicine، علم طب مبني على الدليل والبرهان. فعشان هيك إحنا لما بدنا نعطي إجابة أو نعطي استشارة أو نعطي نصيحة طبية لازم تكون based on evidence، textbooks، guidelines عالمية، أو medication بده يكون FDA approved، بده يكون approved من الـ Food Drug Association، وهي منظمة عالمية مشهورة موجودة في الـ USA. عشان تعطي approval لميديكيشن معين لازم الميديكيشن يكون خضع للعديد من الاختبارات، سواء على الـ Animals أو على الـ Humans، تأكدنا من الـ Therapeutic Effect ومن الـ Safety ومن أنه ما في له Adverse Effects، وأنه الـ Therapeutic Effect more than the Adverse Effect of the Medication، وما في له Dangerous أو Risky Adverse Effects. فالموضوع بياخد له تقريبا مش أقل من سنة لسنتين حتى الـ FDA تعطي Approval لميديكيشن. فمش أنا كل ما قرأت بيبر كاتبها أي شخص أو أي مؤسسة أو أي منظمة مش معتمدة ومش evidence based أنا لازم، لا يجوز إلي نهائيا أني أنصح المريض فيها. وتعريجا على هذا الموضوع، اللي فيكم بتابع الأخبار في الفترة الأخيرة كيف صار زي نوع من الديبيت بين ترامب وبين الـ FDA في موضوع مثلا استخدام علاج كلوروكوين في علاج الملاريا. طلع ترامب صرح أنه كلوروكوين مع الأزيثروميسين بيعالج الموضوع، وبده تصريح من الـ FDA. فردت عليه الـ FDA بكل بساطة انه الكلوروكوين ماخذ تصريح لعلاج الملاريا، ماخذ ابروفل للملاريا ولكن ما اخذ ابروفل للكورونا. عشان ياخذ ابروفل للكورونا لازم يدخل في سلسله التجارب على الانيمالز وعلى الهيومنز في موضوع علاج الكورونا، وبعدين نشوف الثيرابيوتيك افكت تبعته بعدين والادفرس افكت. فهياخذ فتره زمنيه ليست بالقصيره عشان انا اعطيه ابروفل. فما بينفع يجيني، ما بنفع هدول الأهل اللي جايين اليوم بيستشيروني أعطيهم أي استشارة إلا تكون evidence based medicine. وبال evidence based medicine لحتى الآن للأسف لا يوجد علاج شافي لموضوع الأوتيزم. طيب البروجنوزز في أطفال الأوتيزم، الحاجة اللي أنا حاببكم تعرفوها إنه كل ما كان الـ IQ أو الـ Intelligence هاي، كل ما كان الـ Prognosis أفضل. كل ما كان هذا الطفل في عنده Language Skills، كل ما كان الـ Prognosis أحسن. العاملين الأساسيين في موضوع الـ Prognosis عند أطفال الأوتيزم هو الـ IQ والـ Language Skills، لأن الطفل اللي في عنده Language Skills معناته بالتأكيد حيكون قابليته لتعلم الكوميونيكيشن سكيلز افضل بكتير. اذا في عنده كوميونيكيشن افضل من الطفل اللي ما في عنده لانجويج سكيلز. وكل ما كان الاي كيو اعلى، كل ما كان الطفل البروجنوزز تبعه افضل واحسن. خلينا ناخذ ريست الان ونبدا لاحقا في موضوع الانتلكشوال ديسابيليتيز. شكرا لكم واشوفكم في المحاضره القادمه.